سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد، سعيد بلقائكم في هذه الصبيحة في غرفة الأخبار للحديث دائما على وباء كورونا في الجزائر. هذه الأزمة اللي يعني أخذت أبعادا خطيرة في الجزائر، وشعب الجزائري أضحى يبحث عن جرعة أكسجين، إصابات قياسية. يوم أمس كنا شاهدنا إصابات قياسية، نتمنى قبل أمس يعني كنا نقول عدد مرتفع جدا وعدد قياسي، يوم أمس كذلك قلنا عدد قياسي، نسأل الله سلامة واللطف. هذا اليوم هذا كذلك كل جزائريين ينتظروا الذروة، متى الذروة، متى الذروة، لعلمهم أنه يعني بمجرد أن نصل إلى الذروة نبدأ في يبدأ المنحنى يتسطح، ثم نعود في تراجع الإصابات، وبالتالي يعني ارتفاع هذا الوباء هذا من عندنا في الجزائر. إذن للحديث على الموضوع سعد باستضافة عبر الهاتف دكتور يوسف بوجلال، ومختص في الميكروبيولوجيا والأمين العام لنقابة البيولوجيين الجزائريين. دكتور يوسف صباح الخير. صباح الخير، شكرا لكم على الدعوة. الله يسلمك. إذن دكتور يوسف، الحديث على الذروة في تقديرك، هل يعني ممكن أن نترقبها يعني من هنا على أسبوع؟ متى ستكون هذه الذروة يعني؟ نعم، فيما يخص الذروة يعني ما كانش واحد ما يقدر يعطينا يعني رقم يعني مضبط ورقم دقيق يعني للذروة يعني على اليوم الدقيق. لماذا؟ لأنه هناك العديد من المتغيرات، هناك يعني نسبة الاستشفاء، نسبة الشفاء، نسبة الوفيات، نسبة العدوى المتغيرة التي مسؤولة عن هذه الموجة، يعني نعرفه بالدلتا، لكن توجد المتغيرات ألفا وبيتا. الآن هناك يعني تقديرات، فقط تقديرات تقول حوالي 10 أيام إلى 15 يوم سنمر بالذروة. لماذا؟ لأنه الآن نلاحظ في الأرقام تصاعدية كل يوم، لحقنا الأرقام قياسية تجاوز 1900 حالة يوميا، يعتبر رقم قياسي منذ دخول الجائحة للجزائر. ولماذا 10 أيام إلى 15 يوم؟ لسببين رئيسيين. ولكن دكتور يوسف قبل السببين، بداية من متى نبدأ نحسب 10 أيام إلى 15 يوم؟ نحسب 10 أيام 15 يوم من الحدث، يعني وين يكون حدث اجتماعي أو حدث سياسي أو حدث ديني يكون فيه تجمعات جماهيرية غفيرة، لأنه هذا هو السبب الأول لانتشار الفيروس. يعني وين يكون الناس، وين يكون كثافة يعني اجتماعات وتجمعات وتجمهرات، هذا هو الاحتمال لينشر موجة جديدة، أو في الحالة التي يكونوا في موجة رانا فيها ديجا يسمح بارتفاع الحالات، مما يؤدي إلى التمديد في مدة الذروة يعني. طيب اسمح لي دكتور، يعني إجابة فقط على السؤال. لماذا من وقتاش نبدأ نحسبه من الحدث الاجتماعي أو الحدث الديني اللي كان عندنا اللي هو عيد الأضحى؟ لأنه رغم التوصيات ما نتوقعوش بلي الناس كامل راح يحترموها، وجاء مباشرة وراه شهادة البكالوريا واحتفالات شهادة البكالوريا. الأمر هذا يعني منطقيا سيؤدي إلى ذروة بعد 10 أيام إلى 15 يوم. يعني لما تتحدث دكتور يوسف على عيد الأضحى، تقصد الأيام أو الأسبوع اللي قبل عيد الأضحى، يعني الناس لما كانت تمشي للأسواق وتتنقل وغيره، أم أنك تقصد يوم الذبيحة يعني؟ نتكلم عن الأسبوع كامل من الأسواق، بداية من الأسواق إلى غاية، ما نتكلمش عن الذبيحة لأن الذبيحة شعائر دينية. نعم مفهوم، قبل العدوى لأنه الإنسان يذبح وحده في بيته. لا هذه مفهومة إلا اللي يحب يعني يتفلسف شوية زيادة يحاول يبدل الكلام ويغير الكلام ويأول بدون وجه حق، أما الأمر مفهوم يعني عادي ما كاش مشكلة. للتوضيح ما عندوش علاقة بالشعيرة شعائر دينية يعني كعيد ديني، عنده علاقة بالزيارات العائلية التي تلات عيد الأضحى، هذا هو الأمر. نعم، بإضافة الأسبوع يعني تاع التسوقات وغيرها، أسواق نتاع الماشية وغيرها، كل هذه الأمور يعني عوامل تساعد على رفع النسبة. يعني لو كان ما كانوا شادو كنا نقولوا بلي رانا راح نحكم بالو في الأسبوع هذا، لكن الأمر هذا يزيد يخلي الذروة تتمدد في الوقت إلى غاية أسبوعين آخرين، وطبعا تمدد هذا في الوقت يناسبه طرديا ارتفاع في عدد الإصابات. وقلت لي لسببين ثم لم تذكر ما هما السببين يوسف، قطعتك في الكلام. نعم، السببين ذكرنا
السبب الأول اللي هو الأسواق أو أي يعني الأحداث التي سبقت وتلت عيد الأضحى سواء زيارة العائلة أو الأسواق الماشية، والسبب الثاني احتفالات البكالوريا، لأنه شيء نعم بينا كان هناك عدد من الاحتفالات، لاحظنا عدد من الاحتفالات البكالوريا والهائم وغيرها. الأمور هذه حتى وإن تم ارتداء الكمامة في غرفة فيها 20 أو 25 شخص يتم خفض نسبة الإصابات ونسبة العدوى، لكن ماشي راح يعني يكون انعدام في عدد الإصابات، لأنه يوجد أشخاص ذوي أمراض مزمنة، أشخاص مسنين وغيرهم، بالإضافة إلى الأشخاص الغير ملقحين طبعا معرضين بصفة كبيرة جدا إلى تعرض الإصابة والاستشفاء، يعني التوجه إلى المستشفيات. طيب يوسف، تقول بأنه المواطن الأكثر عرضة هو الغير الملقح، كيف ذلك يعني؟ بالضبط. شوف فيما يخص النقطة هذه، نقطة مهمة جدا لازم يستوعبها المواطن الكريم، لازم نوضح سي محمد السلطاني نقطة مهمة جدا. نعم. لاحظناها اليوم، لاحظنا الأيام هذه، لكن سمحتنا من المنبر تاعك يعني تفضل تفضل. الآن الأيام هذه هو ليست أيام مناسبة للتلقيح. جيد. ليست لاحظنا اكتظاظ كبير جدا اليوم صباحا، كان هناك تدافع كبير جدا في مصلحة التلقيح. نعم. لماذا؟ لأن الناس بانت لهم باللي الآن رانا في ذروة الموجة، يجب عليهم توجه للتلقيح. نعم. لكن يجب أن يعلم المواطن أن التلقيح الأول مش راح ينفعهم، نسبة الفعالية 30%، يعني هم معرضين للإصابة بفيروس كورونا في مراكز التلقيح من طرف الأشخاص المصابين أكثر من أنهم يكتسبوا مناعة من التلقيح، يعني الإيجابيات أو السلبيات اللي راح يتعرضوا لها كيروحوا للتلقيح الآن نتكلم في الفترة هذه. نعم. أكثر من الإيجابيات نتاع التلقيح، خاصة بالجرعة الأولى، لكن الجرعة الثانية نعم، اللي عنده الجرعة الثانية راح يديرها، لكن هذا الآن راح يبدأ التلقيح، أظن أنه من الأفضل يتفادى حتى نتجاوز مرحلة الذروة ويتوجه للتلقيح، وهذا الأمر متفق عليه عالميا، مش غير أنا اللي قلته، عديد من الخبراء على مستوى دولي راهم يناشدوا أنه في مرحلة الذروة لا يجب التوجه للتلقيح، والأشخاص المصابين واللي يروحوا مصاب بفيروس كورونا أيضا ما لازمش يروح يدير التلقيح، لازم يدير تحاليل تثبتوا خلوه من إصابة بفيروس كورونا ثم يتوجه للتلقيح، والأفضل كما قلت لكم اللي عنده الجرعة الأولى يتوجه ينتظر حتى تجوز الموجة هذه ويقدم للتلقيح، هذا أمر مهم جدا. نعم. دكتور يوسف، احنا كنا نبهنا قلنا أنه لما كنا نحلوا في الشعب الجزائري وكانوا الأطباء اللي نجيبوهم والمختصين يعني يناشدون الشعب الجزائري يقولوا له يا سي محمد روح تلقح روح تلقح، كنا نتوقع أن نقع فيما وقعنا فيه الآن وهو قضية اكتظاظ قاعات التلقيح الآن. طيب، هل يمكن أن نجد حلا آخر لمشكلة التلقيح هذا، وهو أنه مثلا نعمم مسألة التلقيح في البيت، يعني التوجه إلى البيوت مباشرة كما داروها في تيبازا، أن نفسح المجال للخواص ليقوموا بعملية التلقيح، أن نوسع. هذه كامل احتمالات واقعية واحتمالات فعالة. لماذا؟ لأنه لتجنب كي نتجنبوا أماكن الاكتظاظ رانا نقصوا من نسبة العدوى في المنطقة هذه، الخواص العيادات الخاصة ومصالح الاستشفاء المنزلي الأشعادي على مستوى مختلف المستشفيات وحتى الصيدليات يجب تفعيلها، وحتى المخابر يجب تفعيلها. نعم. لتوفير التلقيح الآن، لو توفر التلقيح المنزلي راح يكون أفضل شيء على الإطلاق، راح نقصوا به من نسبة العدوى يعني في مراكز التلقيح في نسبة كبيرة جدا، لكن لو يتوفر الأمر هذا وتم تعميم المبادرة على مختلف المصالح اللي تكلمنا عليهم الآن. نعم. راح أيضا تمكنوا من يعني تخفيض من نسبة الاكتظاظ في المركز التلقيح المعين أو في المستشفى المعين أو في المؤسسة الجوارية المعينة. نعم نعم. دكتور يوسف، أنت كنت تكلمت قلت بأنه من الأفضل الإنسان قبل ما يروح يلقح يدير تحاليل بي سي آر، يدير إيجي جيان، يعني يدير تحاليل، رغم أنه هناك مراكز التلقيح في الجزائر يديروا له كونسلتاسيون قبل ويديروه سوز اوبسيرفاسيون يعني قبل ما يتلقح وبعد ما يتلقح، رغم أنه هناك من لا يقوم بهذا الأمر حسب شهادات يعني واقعية، أرواح لقح وروح تروح. الآن
في تقديرك يعني كيف يتم هذا دكتور يوسف، علما أنه يعني تكاليف التحاليل هذه لا زالت باهظة في الجزائر؟ يعني تتعرف أنه دي ديمار ديروا في العاصمة وديروا في خارج العاصمة ما هوش نفس السعر يعني. نعم نعم بالضبط. فنعم سي محمد السلطاني على بالك باللي راك رانا في أزمة صحية، والأمر هذا من السنة الماضية وقناة البلاد يعني وحضرتك كنا نطرحوا في الموضوع هذا، وكنت معك في عدة مداخلات في النقطة. نعم. هذه الآن أزمة صحية، رانا قدام واقع مر أزمة صحية فيها المضاربة، فيها الانتهازيين، فيها العديد من الأمور. الآن على المواطن أن يتمكن يعني من يكون عنده وعي صحي يسمح له بتوجيه نفسه. لماذا؟ لأنه هناك نقص في الأطباء على مستوى مراكز التلقيح، هناك العديد من الأمور وغيرها. إحنا الآن نحاول نعاونوا القطاع الصحي ونعاونوا الطواقم الصحية والطواقم الطبية. كيف هذا؟ مجرد مثلا عندك شكيت في نفسك أنك عندك إصابة بكورونا ما تروحش تلقح، لأنه ما ينفعش تلقيح في اللحظة هذيك، لأنه التلقيح يحمي بعد 15 يوم من الجرعة الثانية. نعم. يحمي بنسبة كبيرة، أما بعد الجرعة الأولى يحمي ب 30%، 30% كي تكون مصاب صايرك درت اللي حبي يقول شغل الجرعة الأولى. معنى أن الذي أصاب بكورونا بالفيروس وتأكدت إصابته هو كأنه أخذ الجرعة الأولى يعني. نعم، لكن يبقى اللقاء عنده فعالية كبيرة لمختلف المتغيرات. مثلا الآن متغيرة دلتا، أصبت بمتغيرات دلتا، احتمال كبير ما تكونش عندك من هذه المتغيرات الأخرى. احتمال يبقى. نعم. احتمال. نعم. كيف هذا؟ لا، الحل وش هو؟ أن ندير اللقاح. لماذا؟ اللقاح فيه العديد يعني في العديد من على حسب نوع اللقاح، لكن يتمكنوا نواجهوا به العديد من المتغيرات. الآن كاين بروتوكول يعني للقاح خاص عنده زمن، يعني كي توجه للطبيب يقول لك كانت تم إصابة، يعني في 15 يوم الأولى من إصابة بفيروس كورونا ما نديروش تلقيح، ما نديروش اللقاح، لكن بعد 3 أشهر من إصابة نقدروا نديروا تلقيح. من 3 إلى 6 أشهر. نعم. 3 أشهر هي المدة الدنيا يعني المدة الأدنى، و6 أشهر هي المثالية. نعم. المدة المثالية للقيام بالتلقيح. نعم. يعني بعد الإصابة الأولى بفيروس كورونا. وهناك يعني كاين واحد طابلو يقول إن كانت هناك إصابة بعد الجرعة الأولى كيف سيكون التلقيح، يعني يتغير. نعم. الأمور هذه كلها دكتور يوسف إذا كان ويعطي كل المعلومات الضرورية يعني. نعم. لازم يكون صادق مع الطبيب. نعم دكتور يوسف أعطيني لحظة فقط، هناك ندوة صحفية لوزير الطاقة محمد عرقاب، ما نعرف إذا كان راح يتكلم على دور سوناتراك في هذه الجائحة هذه، لأنه كثير من الشعب الجزائري يقول على سبيل المثال أموال تاع الدعم اللي كانت تروح للأندية. إذا نشوفوا محمد عرقاب ما نقول له التعليق يعني. الجزائرية في ولاية ابتداء من ولاية الجزائر غرب محطة تحلية المياه اللي راح تفوق 250 ألف متر مكعب في اليوم، كذلك محطة في بومردين 400,000 متر مكعب يوميا لإنتاج المياه عن طريق تحلية مياه البحر، محطة في الطارف اللي راح كذلك تكون بسعة 250,000 متر مكعب يوميا، ومحطات أخرى الآن في قيد الدراسة في ولاية وهران، ولاية مستغانم، ولاية الأخرى البحرية إلى ولاية سكيكدا، وكذلك ولاية أخرى جيجل وبجاية وغيرها تيزي وزو وغيرها. يعني في كل ولاية راح تكون محطة تحلية البحر لكي ندعم توفير هذه المادة الحيوية. رقم شتوى أن الآن نعيش كما باقي العالم يعني تغيرات مناخية كبيرة خلت هذه الشحة في توفير المواد المائية السطحية. وشفتوا في جدول ولاية الجزائر أن عدة الآن الكليكين على هذه المادة السطحية من الماء أصبحنا الآن
نتواجه وبلادنا الحمد لله تتوفر من هذه المساحة الشاسعة من مياه البحر لتخلينا نعتمد على هذه العملية كذلك يعني استراتيجية في توفير مياه الصالحة للشرب. بالتنسيق التام مع وزارة الموارد المائية والأمن المائي راح نواصلوا هذه العملية بأفواج عمل متعددة الاختصاصات لإنجاح هذه العملية، والتنسيق التام مع ولاية الجزائر العاصمة وولاية بومرداس اللي وفروا لنا كل العمليات. من بين أهم العملية أن الأرضية اللي راح تنجز فيها هذه الثلاث محطات الأولية وضعت تحت تصرفنا وجيزة وقياسية تخلي شركتنا الانطلاقة الفعلية ابتداء من شهر هذا الأول من شهود، وكذلك مجمع سوناطراك ومجمع كوسيدار اللي بدلوا كل المجهودات لإنجاح العملية وتوفير شركات وبداية في الشغل في هذه المحطات في أقرب الأجال وتوفير كل الوسائل المادية والمالية لإنجاح هذه العملية. أنا أشكركم على هذا التواجد، أشكر كثير مجمع سوناطراك على هذه المجهودات المبذولة بخصوص هذه العملية، أشكر كذلك مجمع كوسيدار وأتمنى النجاح تام لهذه العملية تاعنا مهمة جدا. إذن مشاهدينا الكرام، محمد عقاب وزير الطاقة كان يتحدث على يعني محطة تحلية المياه وذكر قضية شركة كوسيدار، ونتمنى أن هذه المحطات تكون جزائرية 100%، يعني تكون جزائرية حتى لن نحتاج لأي كان، يعني إحنا كجزائريين. وكما قلت أنه كنت ننتظر ربما يتكلم على مسألة الأكسجين وأزمة الأكسجين في الجزائر وهذه الأزمة الوبائية، نتمنى من وزير الطاقة ومجمع سوناطراك اللي هي يعني مؤسسة مواطنية أنها تساهم كذلك في هذا يعني الحد من أضرار الجائحة. دكتور يوسف بوجلال، هل أنت معي دكتور يوسف؟ نظن بأن الدكتور يوسف بوجلال انقطعت المكالمة معه. إذن دكتور يوسف بوجلال كان يتكلم قبل قليل في انتظار معاودة الاتصال معه، قال بأنه الوقت هذا اللي رانا فيه خاصة مع الارتفاع القياسي للإصابات نتفاداو يعني الاكتظاظ في قاعات التلقيح وأماكن التلقيح. إنسان قبل ما يلقح إذا كان عنده شك قليل هكذا تاع الأعراض يروح يعرض نفسه على الطبيب ويشو يدير التست هذا والفحص باش يعرف هل هو مصاب بوباء كورونا أو لا. قال بأنه الأفضل أننا نحرك الآن يعني الأطباء الخواص وكذلك الاستشفاء المنزلي لأش آدي هذو أوسبيتاليزاسيون أ دوميسيل، يتحركوا ويولي كاين تلقيح كذلك في البيوت، لأنه هناك يعني مسنين ناس كبار ربما يصعب تنقلهم. قال كذلك ينبغي أن ينخرط في الجهد يعني أصحاب المخابر والصيدليون وغيره. إذن دكتور يوسف بوجلال معي الآن؟ نعم نعم أنا معك. جيد دكتور، كنت تتحدث أنت قبل قليل على قضية أنه يعني المريض يحاول يكون واعي ونبه ومتفطن، إذا كان حس بأعراض قليلة هكذا يدير الإجراءات اللازمة، لأنه الله غالب. أنا قلت ذكرت منذ قليل، قلت في بعض الأحيان هناك بعض المراكز يعني ما يديرولوش كونسلتاسيون للمريض ويلقحوه مباشرة، وأنت تعرف أنه رانا في حرب حقيقية، يعني حرب ضد الفيروس. يعني في بعض الأحيان ميدسين دو غار تفرض عليك أنك تتنازل على كثير من المسائل. نعم، فيما يخص لي كونسلتاسيون أو الاستشارات الطبية عند التلقيح هو أمر ضروري، يعني كان في البروتوكول وصات عليه وزارة الصحة. والآن إن كان هناك خلل أو كان هناك
نقص فهو ليس تقصير. أظن أنه كما قلت رانا في مرحلة حرب، كان هناك نقص كبير جدا في الأطباء، لأنه بتقسم القطاع الصحي يعني نسبة منه تروح للتلقيح ونسبة منه تروح للعلاج المنزلي ونسبة منه تروح للمصالح الكوفيد ونسبة منه تروح للمصالح الأخرى. أمر صعب جدا، خاصة وأنه الطاقم الصحي راه منهك الآن، راه منهك بشكل كبير جدا مع تعليق العطل وغيرها من الأمور. كان اللي عندهم سنتين ما خرجوش عطلة، أما هذا كل أثر في المردودية نتاع المستخدمي قطاع الصحة أو موظفي قطاع الصحة. لهذا قلنا بلي الوعي الصحي أمر مهم جدا، يعني أخذ المعلومة الطبية والمعلومة الصحية من مصادر موثوقة، لا يجب اتباع يعني المعلومات المغرضة، معرفة ولا يجب الاتباع خاصة الإشاعات يعني، ومعرفة يعني الصواب من الخطأ في الأمور هذو. نعم. هذا الأمر اللي راح يساعد يعني قطاع الصحة وراح يساعد الدولة الجزائرية، يمكن أنا نظر على علينا كبلد في تجاوز هذه المحنة وتجاوز هذه الأزمة والموجة الثالثة اللي راهي عندها يعني أرقام مخيفة يعني. طيب دكتور يوسف، هل كاين احتمال أنه نشهد متحورات أخرى يعني؟ عاود لي السؤال أستاذ. قلت لك هل كاين احتمال أننا يعني نقع بين مخالب متحورات أخرى يعني؟ نعم يبقى احتمال. الآن ما دام عندنا دلتا كاين متحورات ثانية أخطر من دلتا اللي هي إبسيلون وغيرها. كل هذه الأمور يعني أو المتغيرات يجب السيطرة عليها، نقدر نتمكنوا من السيطرة على المشكلة هذا، نقدروا نواجهه، لكن بالوعي الصحي باحترام يعني الإجراءات الوقائية، الكمامة وخاصة خاصة اللقاح، وأيضا يعني اتباع المعلومات الموثوقة من مصدرها، لأنه الأمر اللي أثر علينا كطاقم صحي وكطواقم طبية هو الإشاعة المغرضة واتباع يعني والناس اللي تجي تكلم عن اللقاح والناس اللي تجي تكلم عن الفيروس كورونا. كما الأمر نفس الأمر اللي واجهناه في بداية الجائحة في شهر مارس الماضي. هنا الآن رانا ناشدوا لينا ناشدوا الوعي تاع المواطن الجزائري لمساعدتنا على التكفل بالوضعية. الوعي هذا كيف يكون؟ كما قلت لك الكمامة التبرك الاجتماعي وخاصة نكرر فيها اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، لأنه هذا هو السلاح اللي راح نواجهه به المتغيرة الحالية والمتغيرات القادمة. أنا علاش سألتك السؤال هذا دكتور؟ لأنه أنا سألتك وأنا أشاهد يعني أحاول أن أشاهد المستقبل يعني وكأني ضامن العيش في المستقبل، الضامن هو رب العالمين يعني، نسأل الله السلامة. نشاهد في الجزائريين وقد نزعوا كماماتهم وعاودوا العادات القديمة هذيك تاع التقارب والبوس والتعناق والتسلام والمصافحة وغيره كما كنا في بعد الجائحة الأولى يعني. الآن هل أنت متخوف دكتور من أنه نعود نولو تعود حليمة لعادتها القديمة يعني الآن في الجزائر، رغم أنه اليوم رانا نشاهده يعني بصراحة تقريبا 99% من الجزائريين دايرين الكمامة محافظين على التباعد، إلا بعض الملاحظات كما مثلا في ترونسبور تنقل وغيره يعني. نعم يبقى احتمال وارد. احنا نراهنوا على وعي المواطنين كما قلنا، خاصة في مواجهة الشيء القادم، لأنه ما شرحت حبس في دلتا كاين إبسيلون كاين لندا كاين احتمالية أنه يدخلوا، وكل واحد عندها المشاكل تاعها وعندها التبعيات تاعها. تهاون اللي تم في الماضي تعلمنا منه، الآن تعلمنا منه، دفعنا ثمن باهظ اللي هو 1900 حالة يوميا، ارتفاع عدد الوفيات، ونتمنى المنحنى يحبسنا وما يبقاش في تصاعد، نتمنى ويبقى هذا تمني، لكن لا يمكننا مواجهة الجائحة بالتمني، يجب مواجهتها بالحقائق العلمية وبالوقائع. الأمور هذو كلها كما قلنا التلقيح ارتداء الكمامة. الآن المواطن كان لازم يعلم شيء، التلقيح راح يشميه من العديد من المتغيرات، راح يشميه من لفورم سيفار يعني التعقيدات الصحية نتاع الفيروس نتاع الإصابة بفيروس كورونا، راح يشميه من دخول الإنعاش، وراح يشميه من الوفاة. يعني هذا الأمر لازم يكون متأكد منه. والأمر الإضافي الإيجابي للتلقيح أنه الإنسان الملقح بعد الجرعة الثانية يعني يكون عنده تلقيح كامل، يمكنه حتى عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المكتظة أو في الأماكن الغير مكتظة، لكن يجب عليه ارتدائها في الأماكن المكتظة.
الامر هذا ما يمنعش انه نحيوا الكمامة، لكن مش راني حاب نقول انه التلقيح يحمي من الاصابة، او عفوا يحمي من التعقيدات الصحية، حتى ويكون كان تمت اصابتك لن تصل للانعاش وتصل لاستخدام الاكسجين، خاصة مع ازمة الاكسجين الملاحظة في الايام هذه اللي عانوا منها العديد من المواطنين. اشكرك دكتور يوسف بوجلال، كلامك قيم جدا، نتمنى ان مادام الان راك في العاصمه ما راكش في باتنا، فالمره الجايه ان شاء الله نلتقي في بلاطو البلاد. اشكرك دكتور يوسف بوجلال، انت مختص في الميكروبيولوجيا والامين العام لنقابه البيولوجيين الجزائري، ونحب نذكر نقول انه يوسف بوجلال لما تنتهي وباء ازمه وباء كورونا هو وبعض الجزائريين اللي كما هو نعلق لهم وسام يعني الشرف، لأنه كان من بين الجزائريين الذين ساهموا في تعميم العمل بتقنية البي سي آر في الجزائر. نقول كان من بين الذين يعني كما نقولوا فرض خبط في الطابلة باش تعمت قضية البي سي آر في الجزائر. أشكرك مجددا دكتور يوسف بوجلال. إذن برامج البلاد متواصلة، فأما أنا فألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، أقول لكم عافاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.